دي ان اي مساء الخير. واخيرا وباللحظه اللي بدا فيها انه طار موضوع الحكومه اللبنانيه، تشكلت الحكومه، صدرت المراسيم، وحكومه فيما عدا رئيسها والوزير السابق دميانوس قطار، بقيه الوزراء 18 وجوه جديده، معظمها سمتها الاحزاب القديمه بس وجوه جديده. رئيس الحكومه قدم حكومته للشعب اللبناني امبارح على الشكل التالي: هذه الحكومه هي حكومه مصغره لا تتمدد للتسويات وتوزيع جوائز الترضية الوزارية. أيوة، على الورقة والقلم، من على المسطرة، مش مثل قبل تتشكل الحكومات، لا فلان مش راضي وفلان بده وزيرين وفلان بده درزي وفلان بده سنة. ها لا لا حبيبي، هذه صفحة طويناها، لا تسويات ولا جوائز طردية، خلصنا. تم ارضاء بشكل اساسي رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، اعطاء فرنجية الى اشغال حقيبة العمل. اما موضوع طلال ارسلان فكان هناك مشاورات قبل قليل ايضا مع طلال ارسلان، ليبدو انه اعطي حقيبة السياحة الى جانب الحقيبة الاخرى. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو الذي سيسمي الكاثوليكي ليكون من حصة التيار. من الصعب انه تعطى نيابة رئاسة الحكومة للحزب القومي لأن هذه من حصة رئيس الجمهورية. الحزب السوري القومي الاجتماعي قرر عدم المشاركة بالحكومة اعتراضا على أسلوب البعض في إدارة تشكيل هذه الحكومة، وهو أسلوب اتسم بالتشويش والعرقلة والاستئثار. هيدا السلوك الماضي ما بقى مقبول نهائيا. شو؟ هاي امبارح؟ هيك ولدت الحكومة؟ فرنجي انتزع من باسيل وزير مسيحي وارسلين ظبط وضعه الدرزي بحقيبتين، وبري سقط الاسامي باخر لحظه مثل طبخه الملوخيه، وباسيل جاب مساعد مساعد مساعده على وزاره الطاقه. اذا هيدي مش تسويات وتوزيع جوائز طرديه، شو بتكون؟ هيدي بلاها. شو في عنا غير مواصفات؟ هي حكومه تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحه الوطن خلال أكثر من 3 أشهر من الغضب. أيوة، هون بلش الجد. المتظاهرين عندهم مطالب واضحة، عم يتظاهروا كرمالها. بآخر أسبوع تعرضوا لعنف غير مسبوق من بداية الثورة، وبالتالي بين تطلعاتهم، حتى إذا بدهم يعطوا الحكومة فرصة، بين تطلعاتهم أن قوى الأمن ما تكون ضدهم، تقمعهم، تضربهم، ما تستعمل رصاص مطاطي يقبع عيوني يقطش أصابيع. هيدا الحد الأدنى من تطلعاتهم. شو تطلعات الحكومة بخصوص هيدي التطلعات تبع المتطلعين اللي بالشارع؟ هل كنت راضي عن أداء وزارة الداخلية في الأيام الماضية وخصوصا خلال فترة هذه الانتفاضة من 17 تشرين؟ يعني الأداء كان باعتقادي بالمستوى المطلوب، كان أداء جيد جدا، حصل بعض الأخطاء طبيعي، بس ردة الفعل كانت لحماية الشخص، لحماية الأملاك، لحماية اللي بيتعدى على عنصر، هذا حق مشروع يسد يعمل مثل حائط دفاع إذا بدك عن حاله. كان في فعل وردة فعل، القوى الأمنية كانت ردة الفعل. وزير الداخلية بحكومة تطلعات الثورة عم بدافع عن قمع المتطلعين، عم كيف طلعت معك هذه؟ يعني وين مبينة إن حكومة التطلعات؟ وين؟ تتحدث عن تمثيل الحراك في الحكومة، ممكن نعرف من هو الممثل في الحراك في الحكومة؟ نعم، في عدة أشخاص، ولكن أنا بفضل أعمل جلسة معكم خصيصا لهذا الموضوع إذا ما عندكم مانع. لا لا لا، ما أنه سر أبدا، بس يعني الموضوع في بس يا دولة الرئيس، ليه ممثلي الحراك مش واضحين وبدهم جلسة عرواء مع الصحافة وبدها شرح وبدها بعد شوي خرايط وبوصلة وتلسكوب للعثور عليهم بمجرة الحكومة الواسعة، في حين انه اللي ضد الحراك ليك قد ايه علنيين، ليك قد ايه واضحين، امر 14 ليك. للاسف الشديد بدي اقول لاصحاب الافكار البيضاء بالحراك الاسود انه عم بيخلونا نراجع كل المطبات لهذا الحراك، الحراك بلش اسود للاسف، كان رح ينتهي اسود لولا ما في قوى وطنية وإسلامية حريصة على أمن هذا البلد.
نحن ما غشينا من اول يوم، كان واضح انه الحراك اسود. اذا شيء هيدا الكلام اللي بده شرح، او اقول لك ما في داعي. شو بدك تشرح لتشرح؟ عم بيقول لك من اليوم الاول الحراك اسود، هيدي كيف بترقعها؟ ما بتترقع كمان بلاها. خلينا نروح على شيء صفه اوضح لهالحكومه، مثل شو مثلا؟ هذه الحكومه هي حكومه اختصاصيين. ليك ابو السوس، بدي اعترف الحقيقه وصراحه عم بحكي جد، انه من هالناحيه هالحكومه فيها عدد من الاختصاصيين الجديين صدقا، بس بنفس الحكومه اللي فيها وزراء مختصين في عصفوريه حدا بذات الحكومه. مثلا وزير الشؤون الاجتماعيه والسياحه جراح عظم، بينما السيده المتخصصه بالشؤون الاجتماعيه وزير الشباب والرياضه. الاهضم من هيك انه اللي عنده اوتيل بدل ما يكون هو وزير السياحه حطوه وزير الزراعه والسقافه. هلا شو خص الزراعه بالسقافه ما حدا بيعرف، بس كمان شو خص الوزير نفسه بالسقافه؟ الوزير نفسه ما بيعرف، عنده اوتيل محلي ومحطات بنزين. بشو بيحكي؟ بثقافة غسيل السيارات أو سوسيولوجيا تغيير الزيت؟ ما فهمت. إذا في ثقافة وحدة رح ينشرها مثل ما مبين لحد هلأ، هي هيدي الثقافة اللي استقبلوا فيها. هذا وزير ثقافة إطلاق النار بالهواء. كملوا معي بالتخصصات. الصحفية الوحيدة بالحكومة تعينت وزيرة مهجرين بدل ما تكون بوزارة الإعلام، وعلى الإعلام جابوا وزيرة متخصصة بتشريعات الضريبة على القيمة المضافة. مان كيف هاي التخصصية؟ رئيس الحكومة حكي عن لغة العلم والخبرة، عن وزراء تكنوقراط. الحكومة بالمفرق ربما فيها أفضل الأسماء اللي تسلموا وزارات بتاريخ لبنان، هذا بالمفرق. إنما بالجملة بطبيعة القرار السياسي فيها، بطريقة ولادتها سقطت بامتحان الاستقلالية. إن شاء الله ما تسقط سريعا بامتحان التنفيذ، أو إذا بدها تسقط سريعا ليه أنت مطول بالك هالقد؟ إلى اللقاء.